بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الكرام في كل مكان، نتواصل معاكم من ميدان التحدي بدولة قطر الحبيبة، ومن هذا المهرجان السنوي الكبير الذي قام هنا بميدان الشحنية. شوط ينتهي وشوط ينطلق. نحييكم مرة أخرى على انطلاقة الشوط السابع في مجموعة الأشواط في سباق هذا اليوم، والشوط السابع خاص بالإبكار الحقايج، والرحلة هي 4 كيلومترات، المقر الرسمية من اللجنة المنظمة لهذا المهرجان. نسير في هذا الشوط نبحر بهذه الشعارات التي وصلت من كل فج عميق كتشارك هذا المهرجان الغالي. نسير إلى المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله على هذه الأعداد وعلى هذه الأسماء المشاركة في هذا المهرجان. في طريقنا كنغترب من المركز الأول. الله، تحدي ملموس شهدنا اليوم، عروض ممتازة قدمت من تحت أقدام الحقائق لليوم الثاني ضمن هذا المهرجان. نسير إلى المركز الأول في طريقنا إلى نغترب من تيمي بن حمد العامري مع المركز الثاني والمركز الثالث الشاهينية لسيد مطار بن حمد رعشيق العامري. خلاص، ولكن الله الله الله، وصلت في هذه اللحظات، وصل بن دحوي لسيد محمد بن دحوي العامري، ولكن خلاص نعود وين وقعنا، وين في هذه الحوادث مع المركز الأول مع مقدمة الشوط. كنوز يا كنوز، سلام يا القريبية، سلام على هذه العروض اللي قدمتها كنوز في المركز الأول محمد بن زايد المنصوري. ولكن خلاص السلام غربي بالفعل السلام غربي. تهانينا، ألف مبروك للسيد محمد بن زايد الخلفان المنصوري، وفي المركز الثاني للسيد محمد بن مطر بن دحوج العامري، المركز الثالث للسيد مطر عشيقة العامري، والمركز الرابع وصلت في المركز الرابع مستمعين الكرام دمعة ياسر بن سالم بن محمد الدويكي، والمركز الخامس أصبحت في المركز الخامس الدرعية حمد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار المري. هذه هي نتيجتنا للخمس المراكز الأولى. نعود مع التوقيت الزمني، توقيت كنوز تهانينا والناموس سيد محمد بن زايد المنصوري، 6:10 66 جزء من الثانية. تليها في المركز الثاني اللي قدمت عرض ممتاز تشكر عليه الشاهينية للسيد محمد بن مطر بن دحوج العامري، 6:11 6 أجزاء من الثانية. المركز الثالث تصل فيه الشاهينية قاطعت المسافة في 6:11 36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس إلى السيدة مطر بن حمد رعشيجة العامري بفوز الشاهينية بالمركز الثالث. هذه نتيجتنا مسحوبة بالتوقيت الزمني. تهانينا والناموس.